الحمد لله بشكر ربنا سبحانه وتعالى النهارده على الفوز. الحمد لله اللعيبه النهارده كانوا رجاله. الحمد لله اللعيبه كانوا من الماتش اللي فات طبعا بتاع فاركو وعدوني ان هم ان شاء الله باذن الله يعملوا ماتش النهارده كبير جدا. وزي ما انت شفت في المباراه كده من بدايتها الحمد لله كان في تفوق لينا من بدايه اول دقيقه الحمد لله. فانا بشكر ربنا النهارده على المكسب وعلى الرجوله بتاعه الاولاد النهارده وروحهم النهارده في المباراه. طبعا اي فرقه طبعا انت بتتكلم نادي الاهلي بتتكلم في تيم يعني في لعيبه المفروض يعني بوفره كبيره جدا بالنسبه لنا احنا ما بيفرقش معانا بقى احنا النهارده مش معانا مين واللعيبه كلها بالنسبه لي انا كلها واحد وهم دايما انا بهيئهم دايما ان كلهم هيلعبوا كلهم موجودين كلهم هيشاركوا. فالحمد لله رغم الغيابات النهارده بتاعتي انا عندي عدوي مصاب عندي سيف مصاب عندي يوسف علاء مصاب عندي صنديد مصاب عندي يعني عندي غيابات كتير الحمد لله. بس الحمد لله الناس اللي أدت النهارده اللعيبه اللي لعبت النهارده كانوا رجاله وكانوا على قد الثقه الحمد لله اللي الواحد حطها فيهم الحمد لله. الف مبروك للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداره بنحمد ربنا ونشكر فضله. مباراه كبيره جدا الولاد بسم الله ما شاء الله رجاله. عمر النحاس كان من وراهم الحمد لله تعامل مع كل المواقف اللي جات له كويس والحمد لله رب العالمين. 3 بونت نحطهم في الحصاله للدوري باذن الله. مباراه القمه طبعا دي بطوله لوحديها ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. طبعا احنا بنحضر ليها من خلال الاسبوع كامل مش من يوم المباراه بس. بنتعامل مع اللاعب نفسيا من خلال المواقف اللي هتجيله في المباراه من خلال الثبات الانفعالي اللي لازم يكون موجود فيه. وطبعا الحمد لله عمر النهارده كان بمستوى الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله عليه وكان عنده ثبات انفعالي جيد جدا وكان عنده قراءه لكل المواقف اللي جت عليه الحمد لله. الحمد لله بنحمد ونشكر ربنا طبعا على مكسب النهارده وحب طبعا نشكر اللعيبه الرجاله اللي قاتلت لحد اخر دقيقه. ماتش الاهلي والزمالك ده ماتش قمه يعني ماتش صعب بس احنا الحمد لله سالنا نفسنا بالروح والرجوله. وطبعا بحب نشكر الكباتن اللي شغالين معانا على اعلى مستوى واحنا الماتش اللي فات من يومين مع فاركو تعادلنا فقلنا بقى ايه نفرح الكباتن بماتش النهارده ونكسب ونرجع يعني للاول تاني. الحمد لله ويعني قدرنا نرجع سكه الجهاز فينا بعد ماتش فاركو اللي فات وتعثرنا يعني وخسرنا بضربات الجزاء بعد التعادل وكده بس الحمد لله قدرنا نكسب النهارده بتركيز كبير. وفي المحاضره الكابتن قال لنا محدش يغلط وبراحتكم. انا بشكر اللعيبه واشكر الجهاز الفني وحب اشكر ربنا النهارده ان هو وفقنا والماتش ده احنا كنا واخدينه بجديه ان احنا الماتش اللي فات تعطلنا ان احنا تعادلنا والحمد لله الماتش ده احنا كنا نازلين مخططين ان احنا هنكسب الحمد لله يعني ربنا وفقنا وكسبنا. الله يبارك فيك. طبعا احنا كنا لازم نبقى رجاله بسبب اللي حصل للماتش اللي فات واحنا كنا نازلين في المحاضره كنا نازلين وكنا مركزين وكنا متفقين ان احنا نبقى رجاله ونعوض اللي حصل لان الماتش اللي فات احنا خسرنا لا قدر الله نكسب اللي كنا لو كسبنا ماتش النهارده كل حاجه هتتمحي. الحمد لله كسبنا وكنا رجاله. الحمد لله والله نشكر الجهاز الفني والقطاع والحمد لله كنا محضرين الماتش من اول الاسبوع وعارفين ان ده ماتش ديربي والحمد لله قدرنا نعمل اللي علينا في الماتش والحمد لله كسبنا خدنا 3 بونت. الحمد لله طبعا على الفوز المكسب النهارده. اللعبه كلها كانت رجاله احنا طبعا كنا خسرانين ماتش فاركو كان عندنا حافز طبعا نكسب ماتش الزمالك والحمد لله يعني كنا قد المسؤوليه والثقه والحمد لله كسبنا النهارده. احنا كنا مركزين قبل الماتش وقعدنا بعد الماتش بتاع فاركو قلنا يا رجاله انسى الماتش ده ونركز في ماتش الزمالك والحمد لله ربنا كرمنا عشان ركزنا. الحمد لله طبعا على المكسب والحمد لله على الاداء اللي كلنا اديناه مش انا بس كلنا كنا رجاله في الملعب والحمد لله طبعا.